الفيديو دوت انا وعدتكم اني هعمله من يمكن سنة. والمانجا ما بتنساش، المانجا ممكن تبقى ماشي على قشر بيض لكن ما بتنساش. بالتحديد اقصد عرض مجسمات الاميبوز المفضلة عندي. ده احنا هنقعد مع بعض حتة قعدة. اهلا بيكم من تاني على قناة مانجا 64، بوابتكم لكل ما يخص عالم الفيديو جيمز. قبل ما نبدأ، رجاء لو ديت اول مرة ليكم على القناة اهلا بيكم، ياريت تفكروا انكم تعملوا سبسكرايب في القناة علشان تتابعوا محتواها اول باول. ولو الفيديو عجبكم وفي كل الاحوال ياريت تعملوا عليه لايك، وهكون متشكر جدا لدعمكم. دلوقتي عشان نبقى متفقين، انا تقريبا عندي فوق 100 اميبو، بس ما تقلقوش مش هفرجكم عليهم كلهم دلوقتي. انا اخترت الحاجات اللي انا بحبها، الحاجات المفضلة عندي، وطبعا ديت حاجات كتيرة جدا، بس يعني ايه، كان بحاول ان انا اصطفي من المجموعة الكبيرة اللي عندي، ومفيش معيار معين. يعني مش شرط تكون شخصية بحبها، ممكن يبقى شخصية يعني مش فارقة معايا قوي بس عاجبني شكل المجسم، او مجسم مش فارق قوي بس بحب الشخصية قوي فقررت انه مفضل عندي. يعني الموضوع بصوا هنقضي وقت لطيف مع بعض وخلاص. وتعالوا نبدأ بمجسمين بتوع كاسلفينيا، اللي على اليمين دوت ريختر بالمونت، واللي على الشمال سايمون، والاتنين افشخ من بعض. انا بحب طبعا العاب الريترو، كاسلفينيا بالنسبة لي كانت حاجة يعني عظيمة جدا، والمجسمين الصراحة في قمة الروعة. يعني تفاصيل وألوان، والوقفة هي الوقفة الصراحة بالكرباج، يعني حاجة عظمة على عظمة. وعلى عكس أميبوس كتير، يعني التفاصيل اللي في الوجه كمان معمولة حلو. ننتقل الآن ليه، طبعا انتوا عارفين دول مين، حتى الصورة منغمشة. أيوة، ريو كان من ستريت فايتر على الأصل. دور يا معلم، الصراحة أهم حاجة فيهم يعني برضو التفاصيل، الوقفة، حاجة عظمة. يعني ديت الاتنين دول أنا كل ما أشوفهم بنبسط، يعني مجرد بس إن عيني تيجي عليهم أنا مبسوط. نيجي بقى للتقيل، المعلم، أنا مش فاكر اسمه إيه، تمساح بتاع دونكي كونج. يعني كرشه ده لوحده كفاية لكن على قد من التفاصيل فيه جامدة، لكن المعلم بقى. وعلى فكرة دونكي كونج يعني بصوا كمجسم مفيش فيه شغل كتير، لكن يعني من حبي لدونكي كونج طبعا لازم يبقى من المفضلين عندي. وكمان بصراحة يعني تعالوا نتفق على حاجة، دونكي كونج شخصية تقيلة، شخصية تديها احترامها مع انه قرد بس تديله احترامه. ونرجع بقى برضو للحاجات الريترو، انا حطيت كده ايه تلاتة جنب بعض، طبعا المعلم الكبير سونيك، واستاذنا ميجا مان، وبانجو كازوي. بانجو كازوي يعتبر جديد نسبيا يعني، لكن التلاتة جامدين جدا، التلاتة بيسعدوني. ميجا مان بالذات يعني، طبعا بانجو كازوي فيه اكتر واحد تفاصيل بحكم ان هما الاتنين، لكن ميجا مان وسونيك برضو لازم نديله حقه. اللي جاي دوت لو معرفتهوش من قفاه ومن قصة شعره ومن وقفته هتعرفوه من السيف بتاعه. يلا هديكم ثانية، جمعتوا دوت مين؟ كلاود طبعا من فاينل فانتسي 7. انا لازم اعترف فاينل فانتسي 7 مش المفضلة عندي في السلسلة، لكن المجسم فاشيخ، لكن طبعا مش افشخ من المعلم رئيسنا البوس سوليد سنيك. اهو دوت مثال للمجسمات يعني اللي مفيش فيها تفاصيل كتيرة، ويعني لحد ما معمولة كده نص لب بامانة، لكن بعشقها لحبي للشخصية. وعلى الأقل عملوا الوقفة بتاعته وهو بيحط صباعه على ودانه عشان الكود الجامد. جوكر من بيرسونا دوت برضو مثال يعني للمجسمات اللي بحبها، مع اني لا مهتم بلعبة بيرسونا ولا اصلا كنت اعرف مين جوكر دوت قبل ما يخدش في سوبر سماش برادرز، لكن المجسم رهيب. يعني فيه حركة، فيه حيوية، تحسه كده يعني ناقص ان هو يتحرك ويكلمك، ولو مش هيتحرك لوحده احنا نحركه علشان نعمل افكت جامد. لا حاجة الصراحة يعني بالجاكت كده بالماسك بكل حاجة مية مية. وزي جوكر ادي مثال اخر للمجسمات اللي بحبها على الرغم من عدم اهتمامي بالسلسلة او الشخصية، وده طبعا من لعبة ارمز. صراحة دوت من افضل المجسمات اللي نينتندو عملتها في خط الاميبو، يعني من ناحية التفاصيل والوقفة وكل حاجة، حاجة كده بتقولك ابتسم واسعد لانك جيمر. وعلى سيرة السعادة فطبعا يعني سبلاتون وماري اند كالي، الاتنين دول من سبلاتون الاصلية،
يعني دول مش الشخصيتين المذيعتين اللي كانوا بيجوا في اللعبة الأصلية. حاجة بقى، أنا بحب جدا سبلاتون، والاتنين دول يعني أنا على فكرة جبتهم مخصوص من اليابان، حاجة يعني فخمة فخمة فخمة. وتعالوا بقى ندخل في التقيل، مجموعة الفرح من ماريو أوديسي، وديت كانت بتضم ماريو زي ما انتوا شايفين وباوزر وبرنسس بيتش. اظن كل واحد منهم كان برضو بيتباع لوحده، لكن انا جبتهم مع بعض. بيتش بقى زي ما انتوا شايفين يعني حاجة معمولة كده بحب، وباوزر التفاصيل اللي فيه جميلة، وماريو طبعا يعني ماريو يعني ماريو نحبه في كل احواله. المجموعة ديت يعني انا بحطها كده دايما في الصدارة، احب جدا ان عيني تيجي عليها، ومجرد النظر ليهم بيسعدني. نفس الكلام ينطبق على كات ماريو. كات ماريو طبعا من ماريو 3D وورلد، واتعمل اميبو دوت كان بيجي مع كات بيتش. انا ما حطيتش كات بيتش لسبب، لان راسها كبيرة قوي على جسمها وشكلها بيزعجني، لكن كات ماريو معمول بعظمة، يعني تحس ان الفروة فعلا بتاعت القطة طالعة من المجسم، مع ان دوت بلاستيك على فكرة، لكن حاجة معمولة يعني بالشياكة ووقفته بنطته، حاجة جميلة. أنا بنبسط جدا من الكائن دوت. وعلى سيرة الكائنات، فاللومة، ولما نيجي نبص على اللومة يبقى أكيد بنتكلم عن روزالينا. المجسم ده برضو جبته من اليابان، وكان صعب جدا إن أنا ألاقيه، لكن يعني قدرت أعتر فيه وبسعر معقول، وبرضو من مجسماتي المفضلة، مع ان يعني روزالينا مش بالنسبة لي يعني اهم شخصية في نينتندو، لكن الجو بتاعها بماريو جالاكسي بالمجسم نفسه حببني جدا جدا ان انا اجيبه وان انا احطه في المفضلين عندي، يمكن في الاوائل. بعدين يا جماعة التفاصيل الصراحة اللي معمول بيها يعني من ناحية فنية حاجة عظمة، ولا ايه رأيكم؟ انا عن نفسي شايف كده. دلوقتي بقى تعالوا ننتقل لسلسلتي المفضلة على الإطلاق في عالم الفيديو جيمز، The Legend of Zelda، ونبتدي بدول. الاتنين دول طبعا من ويند ويكر، احنا بنتكلم عن لينك وبرنسس زلدا، وطبعا شكلهم المميز بالشكل الكرتوني السال شيدد العجيب دوت، لكن المجسم طالع حاجة فخمة قوي، والتفاصيل والألوان يعني أنا بحب جدا طريقة الرسم بتاعت ويند ويكر، والطريقة اللي اتنقل بيها للأميبو الصراحة معمولة بمعلمة، مع إن مفيش تفاصيل كتير، لكن الوقفة والروح بتاعت اللعبة إزاي اتنقلت في المجسم حاجة تخليها من المفضلين عندي. ولسه مكملين مع زلدا وتمثيل للعظيمة ماجوراز ماسك. المجسم دوت يعني صايع قوي، مع إنه بسيط لكن صايع. الفكرة ان هو ماسك الماسك دوت والابتسامة اللي على وشه، مع اني يعني بصراحة ماجوراز ماسك ديت لعبة سوداوية، لكن مجسم عظيم، وكدت ان انا احطه في المفضلين عندي على الاطلاق. يعني كنت ممكن اقول عليه نمبر 1، لانه معرفش انا مش عارف ايه السر اللي فيه، ساحر زي اللعبة، بس يمكن مش ساحر اكتر من المجسم بتاع سكاي وورد سورد. يعني بصوا احنا كده دخلنا في مرحلة ان انا بحب كل الحاجات اللي جاية ديت. الصراحة المجسم دوت يعني عمل فني مش مجرد مجسم، واللي بيشدني له ان تقريبا تحس بمشاعر وحب زلدا للطائر بتاعها ناطق من مجرد الوقفة بالطريقة اللي هي حاطة ايديها عليه وبتبص له. الصراحة يعني دوت حاجة فخمة جدا، ممكن لو اتعمل مجسم كبير اشتري، تمثال اشتري من غير ما افكر. وممكن نقول في المركز اللي قبل الاخير مجموعة مجسمات الابطال، هما كانوا بيجوا مع بعض في علبة، واظن كانوا بيتباعوا لوحدهم. يعني هما المجسمات بتتكلم عن نفسها، بتعكس شخصية كل واحد فيهم. اللي لعب اللعبة هيبقى فاهم انا بتكلم عن ايه. الألوان جامدة، الوقفات جامدة، يعني ما لم يدخروا أي مجهود بأن هم يعملوا حاجة طليق بعنوان أسطوري زي Breath of the Wild. يا ترى بقى إيه أفضل مجسم عندي في المجموعة دي كلها وفي كل الأميبوس؟ وولف لينك من Twilight Princess. يعني انا في عشق المجسم ده، مبدئيا انا كنت جبته من جيمرز لاونج الله يمسيهم بالخير وانا في مصر،
وسافر معايا لنيوزيلند. المجسم بيتكلم عن نفسه، انا مش محتاج اوصف لكم العظمه اللي انتم شايفينها بعينيكم، تفاصيل الوقفه، التمثيل الرائع للشخصيتين، حاجه كده يعني ممكن نقول فيها فخامه وفيها اجلال. وبكده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى انكم تكونوا قضيتوا وقت لطيف معايا ومع المجموعه الخاصه بي من مجسمات الاميبوس. لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا عليه لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه يلا اعملوا سبسكرايب علشان تتابعوا محتوى مانجا 64 اول باول. شكرا للمشاهده ونشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه ان شاء الله.